يعني طبعا ايمن اشرف احد كباتن النادي الاهلي واحد نجوم النادي الاهلي في الحقيقه على مدار الفتره اللي فاتت كلها. يا ايمن ببارك لك على البطوله، ببارك لك على ادائك الرجولي والفني والبدني الممتاز على مدار الفتره اللي فاتت كلها، احد العناصر الاساسيه المساهمه مع الفريق في كل الالقاب اللي فاتت وفي الانجاز الاخير بتاع النهارده، ببارك لك يا ايمن. طبعا الحمد لله، طبعا بشكر ربنا على يعني على المستوى اللي احنا قدمناه النهارده طبعا، وعلى المكسب ثالث عالم، دي مش حاجه قليله، بالعكس يعني حاجه كبيره. وطبعا احنا بنتطلع لقدام في المستقبل، دي بدايه لينا وان شاء الله تبقى بدايه نرتب عليها بعد كده مستوانا والبطولات اللي جايه ان شاء الله. والحمد لله طبعا ببارك لجمهور النادي الاهلي، ده يستحق ان هو يفرح ودايما هو في ظهرنا، ومبروك يعني. عايز اتكلم بالتحديد على المراكز واختلافها معاك، يعني كنت بتديت البطوله مساك، كنت بقالك فتره بتلعب مساك، بعد كده بسبب اصابه علي بقيت باك ليفت. بتتشتت شويه لما تلعب في مركزين في مباراه واحده، ولا بتقدر تعمل المعادله دي ازاي؟ لا هو انا يعني اصلا حافظ باك ليفت كويس، وحافظ برضو السيرد باك كويس، لكن طبعا بتبقى محتاجه انك تبقى حاضر يعني ذهنيا، بتبقى لازم تبقى حاضر ذهنيا كويس عشان تقدر تغير مركزك في الملعب وفي ماتش واحد. يعني لما يكون قبل الماتش بتبقى بتحضر في دماغك، زي ماتش النهارده كده بتبقى محضر انك هتلعب باك ليفت، لكن ماتش بتاع بايرن مثلا لا، يعني اتحطيت في موقف انك غيرت المركز بتاعك في وقت، فانت فلازم يعني لازم تكون ذهنك حاضر وتكون مركز يعني. فالحمد لله يعني قدرت على قد ما اقدر ان انا اكون عند حسن ظن الناس واكون عند حسن ظن زمايلي، والحمد لله ربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله. انت احد اللعيبه الكبار في الفرقه واحد كباتن الفريق، قول لي بتتكلموا مع بعض ازاي بالتحديد، مثلا بعد الهزيمه من بايرن كنتوا كسبتوا خلاص الدحيل، لعبتوا البايرن خسرنا، فرقه تقيله جدا وفرقه كبيره جدا، اتكلمتوا مع بعض ازاي كلعيبه ككباتن للفريق، قلتوا لزمايلكوا ايه؟ بص هو احنا اتكلمنا ان احنا يعني خدنا تجربه مهمه من طلعنا بتجربه مهمه من الماتش البايرن، تجربه ادتنا ثقه شويه، بنلعب مع في احسن لعيب في العالم، مع لعيبه كلها بتلعب في اوروبا دايما، نموذج كويس يا ابني. استنى انت صعب قوي جاي واخدني على العشاء يا عم. معلش معلش، اصل ده كروري خلي بالك من الشخصيات المحترمه. يا عم محترم بس انا باكل جعان. معلش 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 يا اخي، سيبه يتعشى الاول. طبعا احنا انضمنا لنا ياسر ابراهيم ومحمد شريف، خلينا بس نكمل مع ايمن وبعد كده نخش نشوف. فبقول لك يعني ان هي تجربه مهمه ماتش البايرن، ورتبنا عليها الماتش دوت ان احنا عندنا الثقه من الماتش اللي فات نقدر نعمل حاجه كويسه، والحمد لله اللعيبه كانت رجاله النهارده، قلبهم على قلب رجل واحد، ده كان اهم حاجه، اهم من التكتيك واهم من الحاجات الفرديه، المهارات الفرديه يعني. فالحمد لله قدرنا الحمد لله بروحنا ان احنا نكسب النهارده الحمد لله. بما انك احد كباتن الفريق، حابب تقول ايه لياسر وحابب تقول ايه لمحمد شريف؟ والله الكلام اللي انا قلته لاكرم من شويه ماشي ينطبق عليهم، يعني هم الناس بتتمرن كويس جدا ونموذج كويس، وكابتن سامي طبعا بيتمرن مره مره. مبروك حبيبي، مبروك علينا كابتن، وطبعا من الشخصيات المحترمه جدا، الاخ كبير لينا واحنا يعني بنحبه يعني، الفنان بتاعنا. وبشكركم جدا وان شاء الله مزيد من البطولات ان شاء الله.